صحيح أن حماس أعلنت على لسان بعض مسؤولية أنها تستنكر، ولكن نقول هذا لا يعفي حماس من كامل المسؤولية. المقدمات التي صدرت قبل أيام من بعض قادة حماس، تصريحات توتيرية بحق الرئيس وبحق حركة فتح وبحق كتلة فتح البرلمانية حول خطوات إنهاء الانقسام، وبلغة هابطة لا تمت للسياسة بالصلة، من فرعون وغير ذلك، والتشكيك بالشرعية والدعوة لاستمرار الانقسام. وأبرز هذه التصريحات كانت مساء أمس عندما أعلنت مجموعة باسم ما يسمى بالموظفين العسكريين لحركة حماس أنهم سيفشلوا المهرجان من خلال احتلال ساحة الكتيبة والدعوة إلى مهاجمتها وتعطيل المهرجان. كنا نتوقع من حماس أمس أن تقوم بإجراءات، ليس اليوم، وهي تتحمل، ما زالت تتحمل كامل المسؤولية الأمنية عن قطاع غزة، لأنها لم تسلم هذه المسؤولية لحكومة التوافق الوطني. النقطة الأولى أن اللجنة المركزية للحركة تدين الجريمة التي حدثت مساء أمس وفجر اليوم ضد كوادر الحركة، وتحمل حركة حماس المسؤولية عن هذه الجريمة. اثنين، ترى اللجنة المركزية أن الجريمة التي حدثت تهدف إلى وقف إحياء شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة للذكرى العاشرة لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات، وبشكل خاص وقف المهرجان المركزي المخطط له يوم 11/11 في أرض الكتيبة. في هذا المجال تثق اللجنة المركزية بموقف الشعب الفلسطيني وجماهيرنا في القطاع، وإصرارها على إحياء هذه الذكرى بالشكل المناسب وبالطريقة التي سوف يتم الاتفاق عليها بمشاركة قيادة الحركة. النقطة الثالثة، أن اللجنة المركزية ترى أن هناك تأثيرات خطيرة لما جرى على العلاقة الثنائية بين فتح وحماس وعلى مسار المصالحة. في نفس الوقت نحن نود أن نؤكد حرصاً وتمسكنا الشديد بواجبنا الوطني فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، وتمسكنا أيضاً بحكومة التوافق الوطني.